بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتور محمد توفيق. النهاردة حلقة متميزة جدا، بنتعلم فيها ازاي نصمم خلفيات ملونة مبهرة للجوالات بتاعتنا بدون الاحتياج الى برنامج الفوتوشوب او اي برامج اخرى، لان احنا بنعمل التصميمات ديت من خلال الانترنت او بنعملها اونلاين. النهاردة انا جايب لكم موقع متميز جدا اسمه photofuneditor.com، اهو photofuneditor.com. والحقيقة انا قبل ما ادخل في شرح الموقع انا هعرض بعض النماذج اللي انا حاولت فيها قبل ما اشرح الحلقة ديت. دي لوحة جبتها من على جوجل. عملت ايه؟ كتبت الكلمة ديت اللي هي abstract colorful background او خلفيات ملونة تجريدية، عبارة عن الوان متداخلة مفيهاش اي حاجة. الحقيقة انا كل اللي احتاجته بس في الفوتوشوب ان انا اظبط المقاس. المقاس اللي هو ده 1440 × 2560 للارتفاع. طيب انا جبت المقاس ده بناء على ايه؟ انا رحت مثلا اخترت احد انماط الجوالات اللي هو السامسونج جالاكسي نوت 7، فلقيت انه بيقول لي المقاس 1440 × 2560، ده الديسبلاي سايز يعني مقاس العرض، شاشة العرض. فروحت على الفوتوشوب ظبطت المقاس على كده 1440 × 2560. دي الحاجة الوحيدة اللي انا احتجت فيها الفوتوشوب. بعد كده ادي الخلفية الملونة اللي انا جبتها هيت، دي الطبيعية قبل اي تعديلات. هستعرض معاكم التغييرات اللي حدثت من خلال الموقع اللي هو photofuneditor. ده نموذج، نموذج آخر، وهكذا. شايفين التأثيرات بتختلف. تخيلوا ان اللوحة ديت هي مستوحاة من الأصل. بعد كده حبيت ان انا ادخل بمنظر طبيعي مثلا اشوف التأثيرات هيكون عاملة ازاي. انا كان في دماغي ان انا اعمل التصميم انها تكون مثلثات زي الخلفيات بتاعه سامسونج المعروفه، فبدأت ان انا احولها الاول الى الوان فاقعه بالشكل ده، لان تاثير من المثلثات اللي هنا موجود في الموقع الوانه باهته شويه، فانا حبيت ان انا اخليها الوان فاقعه وزاهيه كده الاول. وبعد كده بعد ما عملت داونلود للصوره ديت رفعتها تاني للموقع وديتها تأثير المثلثات فبقت بالشكل ده. فدي كانت النتيجة النهائية. طيب هنرجع بقى للموقع ونشوف احنا عملنا الكلام ده ازاي. رجعت للموقع photofuneditor.com. فعندي هنا في بداية هلاقي مجموعة ستايلات، هضغط عليها. اول ما بضغط عليها بتنقلني للصفحة ديت اللي هي photofuneditor/prisma-themescope-filters. اوكي، ادي النماذج اهيت، ما بعدي عليها بتبقى كده ايه فاتحه شويه. تمام، فانا هاخد اي ستايل وليكن مثلا الستايل ده. بيقول لي drag and drop files to upload، يعني اسحب وارمي الصورة بتاعتك هنا، او ان انت اعمل browse اضغط. فانا هروح اخد الصورة اللي هي بتاعت الشجرة ديت والopen. هنتظر لحد ما يخلص عملية المعالجة او processing ديت عشان يطبق التأثير عليه.
اهو خلص التأثير، هعمل لها ايه؟ داونلود. انا طبعا ببقى محدد المكان اللي بيروح عليه الداونلود، وبتتحفظ عندي في مجلد الداونلود. هقفل ديت وارجع تاني. طيب عايز اشوف بقى تأثير الايه؟ المثلثات. عشان اعمل تأثير المثلثات انا الاول اديت الوان فاقعة زي كده، وبعدين عملت داونلود للصورة، وبعد ما عملت داونلود للصورة جيت مدخلها على، نزلت تحت الترايانجل فوتو افكت اللي هو ده، تعالوا نعملها تاني. طبعا الصورة الفاقعة دي موجودة، او خلينا حتى نستخدم الصورة الجديدة اللي انا عملتها دلوقت اللي هي دي. تعالوا نشوف اهو، حولها الى المثلثات. بعد كده انت بتعمل لها داونلود عادي جدا، وتروح تشوفها اهيت اللوحة اهيت. يبقى النهاردة احنا اتعلمنا ازاي نصمم الخلفيات بتاعتنا للجوالات بدون استخدام برامج، الا في حالة فقط ان انا اظبط المقاس، وده بناء على المواصفات بتاعة الموبايل او الجوال اللي انا بشتغل عليه. طبعا من السهل جدا ان انا ادخلها عن طريق كابل اليو اس بي الى الجوال واستخدمها كوول بيبر. اتمنى ان احنا نكون استفدنا، وياريت لو عجبتكم الحلقة تضغطوا لايك، واللي بيزوروني لاول مرة في القناة بتمنى ان هم يضغطوا سبسكرايب، يشتركوا في القناة علشان توصلهم المزيد من الدروس المفيدة ان شاء الله. واشوفكم الحلقة الجاية، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.